السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا الغزالة ديالي. بغيت نبدل مقدمة شوية، تديري اللبس عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن حال. المهم دور نفس المقدمة. اليوم يا لالا يا لالا، غادا نشارك معكم روتيني في داري، كيفاش كندوز نهاري بشقا. ما تضحكوش على شقايا، انا تعلمت العجز هنايا. كندوز دوزه خفيفه هكا على بيت العاز ديالي. باش نكون صريحه معاكم، انا ما كنشقاش في الدار صراحه، عندي المساعده راه كنشقى انايا نهار الحد، غير الحد اللي كنقضي الشغل في الدار. اما الاسبوع كامل كتكون عندي المساعده في الدار، وخلاص دابا مسكينه الله ولدات وما قدرش نقلب على امراه اخرى، لان هي كترغب قالت لي نكمل غير شهر اولا 40 يوم ورجع لعندك. عافا قالت لي ما تدخلي حتى شي وحده اخرى من غيري. ايوا صافي دابا كنقضي بداكشي اللي مره كنطرف هنا مره كنطرف هنا، حتى ترجع هي على خير وبخير. الله يرجعها على خير وبخير. هادشي اللي كاين يا البنات. المهم طرفت بيتي ولبست من التعطير ضروري، انا غير كنساني كنعطر. وهاد البارفان ديال هاد الماركة مشات لي حتى نتفكرهم ديال العرب سميتهم مشات لي وما نتفكرها. هاد زوين عرفتي، كنرش كنجمع الدار وكنرش داك البارفان عرفتي، كتبقى هي ريحة غزالة حتى العشية. كل شيء حصافه انا كنطرف البيوت ما عندي ما ندير فيهم، كنخرج بحالاتي منهم كنمشيو كنبقاو في الصالون، يعني ما عندنا ما نديرو بيت نعس ندخلوها كنعسو فيه كنطرفو هكا وكنخرج. ومشيت دابا يا حدا البيت ديالي، كاين بيت ولدي الصغير أميرة العرب، البارفان سميتو من تحصوش عليا عرفتي، العقل مشى ليا. أميرة العرب راها غزالة، وأنا ما واخداش شي حاجة في الماركة، راه واخدة غير الدوزيام ديالها. وعرفتي والله العظيم لا كنرشها الصباح ملي كننظف البيوتا وهذا، كتبقى لي حتى العشية صافي. كنظف بيوتا كنخرج كنسد البيوتا البيبان، سمحوا لي فتحت الباب سمعت الصوت. ايوا صافي هادشي اللي كاين. وطرفت هنايا، طرفت البيت ديال وليدي البيرو ديالو، راكم عارفين ولدات الصغار، ولدي راه باقي صغير الله عندو باقي مكملش 7 سنين، راكم عارفين اللعاب وهذا. المهم درت بيه حتى هو شوية. ايوا اش غادي نديرو، هادشي اللي كاين ضروري من واحد ساعة ونص ديال في الصباح ولا ساعة كندوري بالدار وهذا. والبنات والله العظيم راه كنت مريضة وانا باقا مريضة فهاد الفيديو كنصورو، حيت صورتو بحال اليوم. دابا هاد النهار راه كان الشتا كتصب كان سنين، ودابا مونطي فيه ثلاث ثلاث راه وليت شوية عاد تنمونطي فيه وغادي نحطيه ان شاء الله. هاد النهار بالضبط ما خرجت حتى البلاصه، كانت الشتا غنخرج عشية غير تقدش تدخل بغدا خاصني وغادي نرجع، ما غادي نخرج ما نمشيش من ما نتعطل زعما حيت الشتي هو كتصب. ايوا صافي هنا درت نص الدار، نضفت هاديك المرايا مسحتها حتى هي. المهم ما درت اليوم لا برودوي ديال الخشب، لا عرفتي داير زعيم ديك الشيفون الشيبية والبرودوي ديال الزاز هو باش دايز على الطبلات دزت على المرايا صافي. ما قدرتش حتى نورمالمون كندير الخشب البرودوي ديالو وكل حاجة، ولكن اليوم صافي غير درت في الدار شوية شوية. هاديك اللعيبة اللي وليتكم كيتعلق فيها الساروت وكنحط فيها التليفون، راني حاطة الشنيور تما، مقدرت الصراحة بغيت نتقب مقدرتش، تنعلقها في روتين جاي روتين جاي ونشارك معاكم. عرفتي هزيت الشنيور مقدرتش نهز مقدرتش نتقب كاع بلاصة. المهم هاديك هي بلايصتها غنديرو فيها حتى نصيبها ونشاركها معاكم. هادشي لي كاين هنايا. درت البيت ديال ولدي، الولد الكبير درت هو، عرفتي راكم عارفين ولي عندها الولاد الكبار يا اختي كيخليو الحوايج، البيرو دائما عندو مشقلب، عييت نقاد فيه دائما مشقلب. ايوا صافي طرفتو حتى هو شويه ودرت الوسط دار الصالون ديالنا
ديالنا حدا البلاصه خاصه ب انا وليداتي. الصالون الكبير هو ديال الرجال، ديال الرجال وديال الضياف ملي كيجي وداكشي. المهم داكشي ديال التأميم طق طق وداكشي. ايوا يا البنات قبل الضحك عليا في هاد الفيديو، رانا عاشر كاع. ايوا هنايا هاد الفيرات المسكينة كنشطب بيها وكنخمل بيها وكلشي كنديرو بيها. هنا حيت ليها الراس ديالها وغادي نطفي بحال هكا كيكون الخز ولا هكا طايح على البلاصة ديال الكلاص اللي كنجلسو فيها في هاد الفوطويات، صافي وغادي ندور بيهم حتى هما بحال هكا. أما مو الفاس صراحة كنشقى بشي حاجة طويلة، إيوا صافي لبست هذا طويل باش نشقى بيه، تنتمشى وخايفة خايفة نطيح. ايوا البنات غادي نديرو الصحة والله العظيم. أنا هاد الأيام كنت معصبة واحد شوية، عرفتي والله العظيم راه بزز باش واقفة دابا بزز والله العظيم. لا كنقضي هكا شوية تشغل وكنمشي نجلس، جمعت البيت ديالي ومشيت ريحت واحد شوية، شربت ميها وجمعت البيت الولد وريحت واحد شوية. دعيو معايا البنات والله عيانة شوية. ايوا صافي قلت لكم هاد الشيفونه مسكينه الله يربي ما خليش ما مسحش بها، ولكن اصلا الصراحه ما عنديش الغبره، ما عنديش الغبره بزاف حيت نهار السبت درت دوره زوينه في الدار، خملتها صيغت صيغت المرحاضات اعزكم الله. يعني دابا تندير عيد دوره اليوم خفيفه اليوم الاثنين. هاد الفيديو صورتو اثنين ولكن مونطيتو ثلاث وغنحطو ثلاث ان شاء الله. والشتي وكتصب واحد الجو زوين هنايا، كنوريكم ان هنا الظلمه رانا كنطيح هنا السراج باش ما يدخلش ليا الغبره. هادو هو الصالون ديال الضياف صافي، وهنايا كاين البيوتا كنجمعهم وكنسدهم. وسط الدار اللي كيبقى يعني وسط الدار مكتروش ليا الدار بزاف، هنايا كاين الدوش والمرحاض اللي غادي ننظفهم حتى هما. صافي قديت الفوطات راه بحكم ان عندنا الزليج احمر، فندير ضروري الصراحه الواحد يدير شي حاجه لون واحد. الصراحه انني ندمت على هاد الزليج الاحمر، غاتجيني اقرب فرصه الزوج ديالي يسافر ولا شي حاجه حيت شي حمس الدرياب غنحيد داك الزليج الاحمر وغنرجع كلشي ابيض، لان عندي مشكل في الطابي ديال المرحاض وفي الفوطات ضروري خصني الاحمر اللون الاحمر. عرفتي الطابيات قدامو وما لقيتش اللون الاحمر، صافي غادي نطيح داك الزليج وغادي نرجع كلشي بيض باش نبقى ندير مره في الكحل مره الكري مره الخضيضر كل مره نوع الفيطات. البيض تيجي معاه كلشي والله اكبر غلط درتو ملي درت الزليج الاحمر. ايوا الحمد لله هنايا ساليت البنات والجفاف غنبقى ليا غير جفاف ندوز جفيفه، ودخلت للم ولاتي الكوزينه غادي نصفق بعد هاد الفيطات اللي عندهم واحد 3 ايام ولا 4 ايام هما مليوحين تما. والله العظيم من هاد الفيديو نوض فيا الحماس نصبح مريضه، عرفتي تخنق ديني الصهد حيت هاد اللبسه اللي كنت دايره هاد البيجامه ولا قفطان ولا معرف سميتو هذا داك المخور. ايوا صافي غنطول الفيطات تما نقاد المجيرات هما اللولين ونتكتك شويه على الكوزينه وعاد كنت انا باقا بلا فطور بلا حتى شي حاجه. قلت نصبق الشغل باش لا ريحت نفطر ناخد وقيته ديالي في الفطور ونفطر مرتاحه ونشد شويه التليفون نتفرج شويه في التلفزيون التلفازه. هنا البنات درت الشوفان اللي غادي نفطر بيه لان انا ما كنديرش الغدا، ما كاين حتى واحد ما كاينش وليداتي كيقراو، درت غير الشوفان غادي نديرو دابا راه 10:30 غادي ناكل شي حاجه هكا. درت الشوفان والبنان وغناكل شي حاجه اللي صحيه وشي حاجه اللي تشد ليا النهار كله حتى لديك الربعه ديال العشيه عاد كنبقى نوجد الكوتي منها كوتي من العشا. كيجيو ولادي كيجيو مع ديك الخمسه صافي كيلقاوني موجده كناكلو مزيان وكنديرو كوتي وعشا. هذا هو الايام ديال الثلاث والاثنين والخميس اللي كندير هاد الطريقه بحال هكا. هنا راه كنوريكم الكوزينه نظفتها وقاديتها وغادي نمشي نفطر دابا. ايوا البنات هاد الصوص ديال الكراميل راه عنده 3 شهور دابا وها هو باقي كنخدم به
راه واعر، انا حطيته لكم في القناه غير جربوه، راه زويون. صافي هنايا فطرت على خاطري، مشيت قضيت ودخلت، مشيت بدلت حويجات، عرفتي شحال تبديله اليوم، درت 3 تبديلات باش توصل الفيديو. لا هنا جيت طرفت حالتي ومع عرقت، صفحيت حوايجي ودرت هاد البيجاما، وجدت شويه ديسير معايا، شويه لافوكا وهذا، ودرت البيم، خديت تقدية منو، خديت الخبز ديال طاكوس، بأنني غندير طاكوس الأولى، غندير من يجي ولادي يلقاوه موجود. خديت شوية ديال دانون، خديت اللي خاصني، خديت هاد الكريمة ديال طاكوس، راه لا غنجربها أول مرة ولكن عجباتني. يلا خليتها اليوم، أنا جربتها في طاكوس، حيت هاد طاكوس كليتو وصار سمعتها من طيب الفيديو. فن هذاك الصلصة دايره 35 درهم، يعني 700 ريال، ولكن فيها تبارك الله زوينة وكثيرة. وخديت الفريز باش ناخذ، باش نصوب لهم طاكوس. صراحة كناخذ الفريز يكون عندي تسهل عليا، بالأخص يوم عيان شوية ما قادرش نوقف بزاف. صافي غنشحر داك الشي اللي كاين لخر ديال الشهر. دابا يا ما بغيتش هكا نبقى نطول هكا في سميتو، كنمشي نتقدى، كنمشي نجيب هكا دجاج ولا هذا باش نقضي. انا كنجيب داكشي ديال الشهر، غادي نقضي غير بشويه دجاج، باقي مازال عندي ميكا وحده ديال مقطع الدجاج هكا طريفات صغار صدر، وواحد شويه ديال الكفته غادي نضيفاني بيهم حتى لغدا الا قدرت نتقدى، ما قدرتش غادي نضيباني باللي كان باقي عندي شويه دجاج شويه الحيمات، غنتقدى حتى للسبت. السبت عاد نخرج ان شاء الله نتقدى اللحم والدجاج. غير الله هنايا هذه هي الميكه الاخرى ديال الهبره ديال الدجاج، باقي لي واحد الخيرات، باقي لي واحد الفراريل، وباقي لي واحد الميكه ديال اللحم، هما اللي غنضيباني بهاد 3 ايام. كان السبت ان شاء الله عاد غنتقدى، عندي باللحم والصوصيط والكفته وداكشي ان شاء الله، ونوجدهم كيديو لي الشهر كامل. هنايا شحر شويه البصله، لان الطاكوس الصراحه تعجبني فيها البصله، ولكن في الاخر غتوقع ليا كارثه، ولكن ماشي مشكل، واخا هكا بقات بنينه. هنا هاد الكفته اللي بقات عندي، هاد الكفته كنقطعها بحال هكا، كنشر منها ونديرها هكا ونديرها في المجمد، كندير بها الهامبرغر لوليدات. بقاو عندي هاد 3 ديال الكفته، الدويرات ديال الكفته درتهم، حيت يعجبني الصراحه طاكوس ميكس يكون بالدجاج وبالكفته كيعجبني. صافي هنا درت شويه العطريه عاديه، انا الثلاثه ديال العطريه اللي كنكون جامعه كلها ديال الشوا وديال الحوت وديال الطاجين، راه لا غادي نخرج باش نجيب العطريه وعاد نصايبها، راه نسيتها حاطه لكم في القناه العطرية ديال الطاجين وهذا. ايوا صافي هنايا خديت هاد الصلصة، صراحة كي قلت لكم راها زوينة بنينة، ما حاراش، اللي بغى الحار هاكا كيزيدو فيها، انا ما زدت فيها لا حار لا والو، حيت انا ولدي ها الكارثة اللي وقعت ليا. عاد بلا طفيت البوطة ومشيت لتكيت، قلت حتى يتقلى الفريت وعاد نجي نصايب، وانا خليتها شاعله وتحرقات هي البصله شويه من الجرح، ولكن واخا هكاك راه جات بنينه والله العظيم. هاد الطاكوس ديال الزربه وديال لي باني شبيه، ولكن راه جا غزال. هنا اللي بغى يدير هاد الصلصه وشراها بلا ما يدير الفرماج، لان هي فيها الجبن الاحمر. انا يعني عندي هاد المربعات بغيت نزيدهم باش يعلفوا لي شويه، حيت الصلصه درت عي شويه ما قويتش، حيت باقا ما ضايقاهاش اول مره غندوقها، ما بغيتش نقوي. صافي درت عي شويه، ايوا هادشي اللي كاين. حنا ضيفاني لنا عشيوة الوليدات، هذا هو الفيديو ديال اليوم. غادي نحط العشاء انا وولدي، درتو متحمرو هكا، غنحط لان الزوج ديالي وولدي الكبير مشاو لكازا، مشاو للدار البيضاء عندهم الشغل تما، مشاو ياخذيه وتعطلوا، وانا جاني الجوع انا والولد. صافي حطيت انا وياه كلينا وخلينا ليهم. هادشي اللي كاين، درت واحد الكويسات ديال العصير، وهادشي اللي كاين. انا شاركت معاكم كامل، كنتمنى
التعليق ديالكم، بارطاجيو الفيديو واللايكات، وكنتمنى لكم الخير ان شاء الله وتيسير كاع اللي كيشاهدوا هذا الفيديو. يلا البنات، تصبحوا على خير وشكرا على المشاهده.